بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. في البدايه طبعا بقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب ان شاء الله رمضان يبقى علينا ايام سعيده كالعاده. النهارده ان شاء الله هننقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال اهلي وسبورتنج في الادوار الاقصائيه في المباراه رقم 2. المباراه ستقام في تمام الساعه 9:30، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان، هتقام في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي في الجزيره. قبل ما نروح نتناول المباراه طبعا فنيا وقوائم الفرقتين وتشكيل وضع كل فرقه قبل المباراه، برحب بضيفي الكابتن كريم، ضيف نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ايضا. اهلا بك يا كريم. اهلا بك كابتن هيثم، كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه وجمهور النادي الاهلي بخير، وشكرا على الاستضافه مع حضرتك. نورنا ومشرفنا كابتن كريم، وانت من زملاء الملعب الاعزاء. يعني الله يخليك كابتن هيثم، تشرف ليا طبعا. كابتن كريم، اكيد طبعا انت متابع جيد وشايف الدنيا، اهميه المباراه بالنسبه للفريقين ايه؟ يعني دايما الدوافع بتفرق من الفرقه الاخرى. النهارده المباراه ليها حسابات ثانيه، شايفها ازاي؟ والله طبعا هي مباراه مهمه جدا بعد عدم التوفيق امبارح، يعني يمكن مباراه النهارده اهميتها زادت بعد ان الاهلي ما كانش موفق امبارح وخسر، لان طبعا احنا بنتكلم في مواجهه ما بين الاهلي وسبورتنج، فالمفروض ان الاهلي كفته اعلى. صحيح. فاللي حصل امبارح ان يوم مش متوقع، الفرقه مش موفقه خالص، وده طبعا باين من السكور، فننسى يعني اليوم ده خالص، فده يحط النهارده يخلي الفرقه بس تركز اكتر شويه بحيث ان احنا نقدر نعوض الماتش. يعني افهم من كلامك يا كريم انه الدوافع الاهلي النهارده اعلى كتير من امبارح كمان. بالظبط بالظبط كده، لان طبعا زي ما بقول لحضرتك امبارح لو شفنا السكور هنقول ان ده يوم مش عادي، مش ده الطبيعي اللي هو يحصل. صحيح. تمام. فده يحط على اللعيبه ان هم النهارده لازم يكسبوا وبفرق. تمام. لانك هتضطر تعوض اللي حصل امبارح ده على ارض الخصم في سبورتنج في اسكندريه ان شاء الله. تمام. فطبعا ده يخلي الفرقه مركزه انها مش بس تكسب عشان يبقى 1-1، لا ده لازم تكسب بفرق بحيث ان هم نفسيا لما يروحوا هناك يبقى الضغط يتنقل على سبورتنج واحنا نبقى اهدى شويه ان شاء الله. الله ينور عليك كابتن. طب خليني اقول لك على حاجه برضو، يعني خلينا نوضح للساده المشاهدين، يمكن الناس مش فاهمه ازاي لعب سبورتنج النهارده ولعبه النهارده وهرجع لعبه تاني. فهمنا يعني ايه الادوار الاقصائيه، فهمها للناس بطريقه مبسطه كده. تمام. هو يعني الادوار الاقصائيه دي هي بتبقى عباره عن زي ما بنقول كده بيست. تمام. فاحنا بنلعب 5 ماتشات الافضل الافضل بالظبط. كده. فعشان حضرتك تعدي من الدور ده للدور اللي بعديه لازم تكسب الفرقه اللي قدامك 3 ماتشات من اصل كام؟ من اصل 5. يعني احنا في 5 مباريات تلعبهم، اللي يكسب 3 الاول بالظبط كده هو اللي يتأهل، اللي يكسب 3 يبقى هو الاول. فتقسيمتها بتبقى كالتالي، بتلعب ماتشين على ارضك، بعد كده ماتشين على ارض الخصم، وبعد كده لو اضطرينا ان احنا نلعب ماتش فيصل او اللي هو المباراه الخامسه بتبقى طبعا الافضليه للاحسن في الترتيب. الترتيب اللي طلع بيه مين فطبعا كان أحسن هيبقى طبعا للنادي الاهلي. صحيح. بس ان شاء الله ما نحتاجش المباراه دي باذن الله، ونحاول نخلص ان شاء الله في اول 4 ماتشات. طب يا كابتن برده الناس بتسال، طب لما هي كده ليه بتسمى اقصائيه؟ لان هي دلوقتي بقت بنظام كاس. تمام. فانت كده كده اللي هيكسب هيعدي للمرحله اللي بعد كده اللي هي السيمي فاينال، ويتم اقصاء اللي هو يعني الخسران. تمام. بيستبعد خلاص. بالظبط. مفيش الموسم بالنسبه له تقريبا خلص لو كان في كاس مصر هيلعب، انما بالنسبه له بيتم. او يقدر بعد كده على حسب ما الاتحاد هيكمل، هنشوف طبعا هيضطر اللي هو اللي هيخسر بعد كده يلعب على الترتيب من الثامن للسادس. خليني برضو محتاجين نحط الضوء اكتر على نظام الدوري واللي هيحصل، لان في قرارات اتخذت النهارده الصبح. خلينا نطلع لفاصل بعد اذنك كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا كل ما يحيط مباراه النهارده الاهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين معاكم تغطيتنا المستمره الاهلي سبورتنج رجال كره سله على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 9:30، يعني بعد اقل من نصف ساعه من الان. المباراه بتيجي في المباراه الثانيه جيم 2 في الـ الادوار الاقصائيه او بلاي اوف ما بيننا وما بين سبورتنج. لعبنا ماتش امبارح للاسف لم نوفق، النادي الاهلي خسر، سبورتنج عمل جيم كويس، النادي الاهلي كان بعيد عن مستواه خسرنا. النهارده جيم 2، بنلعب 5 مباريات قبل الفاصل اللي ما كانش بيشوفنا، 5 مباريات اللي هيكسب 3 مباريات منهم هو اللي هيتاهل زي ما قال ضيف العزيز الكابتن كريم ضيف. خلينا افكركم اللي مش هيقدر يشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي، المباراه ستذاع لايف على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على قناتنا قناه اليوتيوب. كابتن كريم اجي لحضرتك، احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل ان في قرارات اتحاد السله خدها صباح اليوم بشكل كبير عن مستقبل المسابقه، كلمنا عن القرارات وتاثيرها على باقي الفرق. طبعا هو القرارات اللي اتخذت مؤخرا ان اخر يوم للبطوله الدوري او لاي بطولات للباسكت هتبقى 30/4. تمام. بعد كده تقريبا هنتوقف لمده شهر.
تمام. وبعد كده على ان يعني يستأنف النشاط تاني تقريبا 10/6 او 15/6. فدي القرارات طبعا لمشاركه. طب ليه التوقف ده حصل يا كابتن؟ لمشاركه نادي الزمالك في البطوله الافريقيه. تمام. فطبعا البطوله الافريقيه لازم الزمالك يسافر قبلها بفتره. صحيح. طبعا عشان ظروف الكورونا. ودي يا كابتن كريم لقطات من ارض الملعب تسخين الفريقين. ودي لقطات مش هتشوفوها غير على قناه النادي الاهلي. اسف على المقاطعه كابتن كريم. لا يا كابتن اسف. تمام. فطبعا نظرا لظروف البطوله الافريقيه دي فطبعا النشاط هيتوقف تقريبا شهر او شهر و10 ايام على ان يستأنف تاني في شهر 6 باذن الله. طب كابتن برضو في حاجه يعني هيتلعب في الفتره دي، ده اللي عرفته، ما اعرفش هذا صحيح ولا لا. هيتلعب بس دور الثمانيه في او ربع النهائي في دوري السوبر اللي هو الدور الاقصائي اللي احنا فيه ده. تمام. وهيتلعب قبل النهائي والنهائي في الكاس، مظبوط الكلام ده في الفتره دي اللي هم في شهر ابريل. مظبوط. مظبوط. كتواريخ لسه انا ما لسه طبعا بصراحه هيحددوها لحظه، مفيش حاجه يعني مؤكده تتلعب امتى. بس طبعا يعني ده دايما حضرتك لما بيكون في ظروف بنشوف ايه اللي اكتر ماتشات ممكن تتلعب، بتكون الفرقه اللي مسافره مش مشاركه فيها او مش مقصره على نتائج الفرق الثانيه ونقدر ان احنا نلعبها بحيث ان احنا نبقى يعني زي ما بيقول كده يعني انتهينا من الجزء ده عشان كلامك نمشي شويه. كلامك واضح يا كابتن انه مباراه النهارده مهمه جدا لان لكل مقام مقال. اكسب النهارده اطلع لنصف النهائي السوبر وعندي شهر بالظبط، بس لازم اعدي النهارده. لازم اكسب النهارده الدور الاقصائي بتاعي بالظبط، لان احنا لسه انت عارف طبعا معرفش حضرتك اكيد عارف المحترف اتغير. بالظبط بالظبط. المحترف اتغير تقريبا اتمرن تمرينه واحده او تمرينتين وبعد كده دخل على الفرقه. فده طبعا هو محتاج وقت عشان يأدبت مع الفرقه، الفرقه تعرفه، هو يعرف الفرقه بتمشي ازاي وياخد على النظام. فطبعا ده توقف هيكون لصالحنا اكيد. ده توقف طبعا هيكون في صالح الفرقه انها ان شاء الله تقدر يعني التجانس يبقى موجود برضو. تمام. لان المحترف ده كي بلاير خصوصا. صحيح. كمان هو جاي بوينت جارد فهو. صح. مطلوب منه ان هو يلعب ويلعب زمان. تمام. فده طبعا محتاج وقت. فان شاء الله تكون التوقف ده يعني في مصلحه الفرقه باذن الله. طب كابتن خلينا برضو يعني احنا يعني عشان نبقى ناس مصداقيين طبعا مع جمهورنا ومع جمهور الرياضه بصفه عامه. سبورتنج عمل ماتش امبارح جيد، والماتش اللي كان في نهايه الدور الترتيبي برضو عمل ماتش معانا على ملعبنا برضو جيد. اذا فريق سبورتنج فريق محترم، معهوش محترف ولكن الحقيقه بيقتلوا اخر ثانيه وبيدافعوا، ففريق محترم. رايك يا كابتن؟ بص حضرتك، هو طبعا هو فريق سبورتنج زي ما حضرتك قلت كده، يعني مش هختار كلمه تانية اوصف بها الفرقه غير زي ما حضرتك قلت، هو فريق محترم. تمام. وبعدين الفرقه دي كلهم بيلعبوا مع بعض بقالهم سنين، وبعدين جت عليهم فتره كسبوا بطولات. تمام. فمهما كان مثلا دلوقتي هو يكون مش مرشح او مثلا ميزان القوه قدامه والفرقه الثانيه مش لصالحه، بس ستيل في هيستوري او في خلفيه ذهنيه ان انا بكسب وان انا فريق بطوله. انا فريق بطوله بالظبط كده. فلما بيخش الماتش انت يا اما تخلي الامل ده او الطموح ده يعني زي ما بيقولوا كده ايه تنهي عليه من بدري، يا اما هيفضل مستمر. تمام. هيتعبك بالظبط. ولو في يوم مش في يومك زي امبارح، لان زي ما بقول لحضرتك مش طبيعي ان السكور ده يبقى سكور الفرقه بالظبط كده. تمام. فيا اما تخلص انت الموضوع ده من بدري، يا اما هيفضل مكمل معاك وحسب بقى ظروف اليوم. تمام. فهم طبعا فرقه محترمه بيلعبوا كلهم مع بعض بقالهم كذا سنه، معاهم مدرب محترم، فطبعا لازم. وبعدين في الادوار دي كله بيموت نفسه. صحيح. تمام. حضرتك ما دام خلاص وصلت للمرحله دي هخسر ايه؟ هخسر ايه بالظبط كده؟ بالظبط. طب كابتن خلينا نتكلم عن الظروف اللي حطت بالفرقه الفتره اللي فاتت. يمكن فريق النادي الاهلي تعرض لاصابات كتير جدا. تمام. وكنا بنشوف لعيب بيتصاب بيخش الفرقه بيطلع من الفرقه يرجع تاني، لعيب تاني يصاب يتحط على الليسته، يمكن بدانا نجهز وبعد كده رجعنا تاني في بعض الاصابات، رجعت تاني مره اخرى هاب امين ثم شفنا سبين انكل في الاتحاد. يعني الاصابات دي له رتم غريب جدا يا كابتن كريم، انا مش فاهم. والله حضرتك هو في حاجات قدريه زي طبعا اصابات ايهاب امين، لو هنشوف كده هتحس انها حاجه قدريه، ما هيش مثلا حاجه ليها علاقه بمثلا اوفرلود او حاجه زي كده. انا اسف انا هستكمل حضرتك موضوع الاصابات، بس لازم نروح لارض الملعب والمراسلنا مينا ماهر ونقل الاجواء وما قبل المباراه وحتى قوائم الفرقتين اكيد هيكونوا مع ماهر مع مينا. اتفضل يا مينا. تحياتي ليك يا كابتن هيثم وتحياتي لضيفك الكريم كابتن كريم ضيف، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل من صاله الامير عبد الله فيصل، وقبل انطلاق مباراه تكون قويه جدا ما بين فريق النادي الاهلي ونادي سبورتنج في اطار مباريات دور ربع النهائي او بلاي اوفس من بطوله دوري سوبر كره السله. الحقيقه لو عايزين يعني نوضح للساده المشاهدين ان دور ربع النهائي بيتلعب بنظام بيست اوف 5 او يعني يحتاج كل فريق للفوز في ثلاث مباريات للوصول الى دور نصف النهائي. لو نستعرض لحضراتكم نتائج الجوله الاولى، الاتحاد السكندري فاز على طلائع الجيش، نادي الجزيره فاز على نادي سموحه، نادي الزمالك فاز على المصريه للاتصالات،
وتعثر النادي الاهلي امام فريق نادي سبورتنج بنتيجه 57-74. الحقيقه كان في عدم توفيق بيواجه النادي الاهلي في مباراه امس، يعني حتى الفيرست كوارتر او الربع الاول انتهى بنتيجه 18-14 لفريق سبورتنج، والربع الثاني انتهى بنتيجه 32-26. وساعتها يعني كابتن اشرف توفيق كان بيلعب على الفاست بريك وكان بيتكلم على اللاعبين على اهميه كل نقطه واهميه تمرير اللعب بطريقه سريعه، بعكس كابتن وائل بدر مدير فني لفريق نادي سبورتنج اللي كان بيلعب زون ديفنس وكان بيحاول ينهي الماتش بفارق النقاط يعني، وخالف الحظ فريق نادي الاهلي في الثيرد كوارتر او الشوط الثالث بنتيجه 55-38، وانتهى اللقاء في الشوط الرابع بنتيجه 74-57. لو عايزين نستعرض ترتيب الفرقتين في الجدول، فالأهلي في جدول الترتيب قبل طبعا دور ربع النهائي كان في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فاز في 8 مباريات وخسر في 6. أما فريق سبورتينج ففي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فاز في 5 مباريات وهزم في 9 مباريات. الحقيقة امبارح كان المشاركة الأولى للمحترف الأمريكي دونيفن جاكسون، شارك لأول مرة في مباراة أمس طبعا بعد إدارة النادي الأهلي قامت بتوجيه الشكر إلى اللاعب أليكس يونغ طبعا قبل الإعلان عن ضم اللاعب الأمريكي دونيفن جاكسون لاستكمال منافسات الموسم الجاري. لو عايزين نستعرض لحضراتكم السكور أو تشكيل أو اللاعبين المنضمين للفريق في هذه المباراة، هو اللاعب عمرو الجندي، سيف سمير، إبراهيم الجمال، محمد حسني، دونيفن جاكسون، احمد مهيب، عبد الفضيل، عمرو زهران، محمود وليد، احمد حمدي، عمر طارق، وحاتم البحيري. اصابات فريق النادي الاهلي ايهاب امين، محمد مصطفى، محمد ابو النصر، احمد السلعاوي. الحقيقه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في المباراه اليوم، مباراه قويه يعني تحط فريق النادي الاهلي في اطار منافسه للوصول الى دور نصف النهائي. كمان عندنا مباريات هذه الجوله، الاتحاد مع طلائع الجيش، والزمالك مع المصريه للاتصالات، والجزيره وسموحه. استكمالا الاخبار، النهارده كان في اجتماع بين الاتحاد المصري لكره السله ومسؤولوا الانديه اللي قرروا فيه يعني ان شاء الله يتم ايقاف النشاط الرياضي لكره السله ابتداء من 30 ابريل بسبب مشاركه الزمالك في بطوله افريقيا، واتفقوا بالاغلبيه على خوض دور ربع النهائي لدوري السوبر ودور نصف النهائي لكاس مصر، ثم إيقاف لحين انتهاء مشاركة نادي الزمالك في البطولة الأفريقية. دي كانت كل الأخبار والكواليس المتعلقة بفريق السلة النادي الأهلي. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ونقدر نقدم أداء أقوى من امبارح، والحظ يكون معانا ونتفوق في المباراة. عودة ليك مرة تانية كابتن هيثم في الاستوديو. مراسلنا مينا ماهر من أرض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقة اديتنا تغطية كاملة وكواليس كاملة عن المباراة وما يسبق المباراة. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطيتنا المستمرة للأهلي سبورتنج في الأدوار الإقصائية في كرة السلة رجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين تغطياتنا المستمره الاهلي سبورتنج رجال كره سله من صاله الامير عبد الله الفيصل. بعد حوالي 10 دقائق المباراه ستقام، وطبعا بسرعه قبل المباراه تقام لازم نستعرض مع حضراتكم قوائم الفرقتين اللي هيلعبوا، 12 لعيب هنا و12 لعيب هنا، وايضا الاجهزه الفنيه، بس هنستعرضهم مع الضيف العزيز الكابتن كريم ضيف. كابتن نستعرض مع بعض قائمه النادي الاهلي او لاعبين النادي الاهلي النهارده، اتفضل كابتن. تمام، عمرو الجندي، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، دونيفن جاكسون، احمد مهيب، عبد الفضيل، عمرو زهران، محمود وليد، احمد حمدي، وعمر طارق، وحاتم البحيري، وعندنا غيابات ايهاب امين وابو النصر والسلعاوي، ومودي محمد مصطفى كمان يا كابتن. ومودي محمد مصطفى كمان. طب كابتن يعني شايف النهارده مشاركه في مع النادي الاهلي عمرو زهران ومحمود وليد، النهارده في اثنين من الناشئين بيشاركوا في الوقت السبورتنج بيشارك دايما بثلاثه او اربعه صغيرين. بص حضرتك، هو ده الثقافه دي زي ما دي ثقافه كابتن اشرف، تمام، ان لازم يبقى في يعني عدد من اللعيبه الناشئين موجودين سواء ياخدوا فرصه او لو في ظرف مثلا زي اللي احنا بنتكلم فيه مثلا النهارده ان في اصابات، تمام، فيقدروا يبقوا يساعدوا شويه مع المجموعه اللي موجوده بادوار دفاعيه يعني محدده في الاغلب. الاوفنس جه ما جاش، لكن في بتبقى يعني ادوار دفاعيه للناشئين ده الناشئين دول، بحيث ان هم يقدروا يساعدوا شويه في ظروف الاصابات زي ما احنا شايفين. اللاعب مع كوتش اشرف عارف ده، واكيد يعني توفقوا في مهمتهم النهارده. استاذ حضرتك يا كابتن استعرض قائمه فريق سبورتنج. تمام، ال 12 لعيب اللي هيلعبوا ان شاء الله، اتفضل. تمام، سبورتنج خورشيد، احمد هشام، محمد صلاح، عز الدين فريد، باسم الليسي، ابراهيم حجازي، عبد الرحمن خالد، اشرف ربيع، يوسف شحاته، في قبليه مؤمن اكرم مكرم ده هيلعب، مؤمن اكرم مكرم، تمام، ويوسف شحاته ويوسف رفعت.
تمام. دول قيمته 12 لاعب بالظبط في نادي. تمام. برضو نفس الكلام سبورتنج يمكن انا بتهيألي احمد ياسر ريحان برضو بتهيألي من الشباب الصغيرين. في يوسف رفعت مش شباب يعني بسنه صغير. تمام. بتهيألي يوسف شحاته نفس الكلام. ومؤمن اكرم برضو. مؤمن اكرم يعني في 3-4 سنهم صغير. تمام. ودي كانت ثقافه نادي سبورتنج. دي كانت ثقافه نادي سبورتنج بس برضو يعني هو يعني صدفه كده ان كابتن اشرف هو لما مسك فريق سبورتنج في الوقت من كام سنه هو برضو زرع الثقافه دي هناك. اعتمد على اولاد النادي اكتر وعلى الناشئين الصغيرين. فدلوقتي مثلا زي مثلا احمد هشام وخورشيد كانوا ساعتها كانوا صغيرين لما كابتن اشرف كان الحقهم بالجيل اللي هو مثلا منير وايشو والجيل اللي كان موجود ده. فنفس الثقافه دي مستمره في نادي سبورتنج. طب كابتن استاذنك لو نستعرض مع بعض الجهاز الفني لسله رجال الاهلي. اتفضل. تمام. كابتن اشرف توفيق مدير فني، كابتن سيد مصطفى مدرب عام، كابتن احمد الجرحي مدرب عام، علاء لطفي محلل فني، كابتن طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيب الفريق، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمود حمدي مخطط الاحمال، محمد عيسى اخصائي المساج، وحامد الكاس المهمات. وبالمناسبه يا كابتن احنا يعني بنقول لكابتن وليد الخراط الاداري بالفريق الف سلام عليه ان شاء الله. هو يعني أصيب بفيروس كورونا وإن شاء الله يعني يخف قريبا ويتماثل الشفاء ويرجع ينضم لفرقته ويقوم بدوره على أكمل وجه إن شاء الله. دي كانت قائمة فريق الأهلي. كابتن أستأذنك لو نستعرض قائمة الجهاز الفني لسلة سبورتنج. اتفضل يا كابتن. تمام. كابتن وائل بدر مدير فني، كابتن طارق صبحي مدرب عام، هيثم كامل مدرب، سامح صلاح المدير الإداري، دكتور محمد الفلاح طبيب الفريق، دكتور تامر كرارة أخصائي التأهيل، إسلام الشبكاتي إداري الفريق، أكرم السبكي مدرب الأحمال. صحيح يا كابتن. وخلينا برضو نقول ان وائل بدري كانت مهمته الاولى السنه دي، يعني يمكن هو دي السنه دي هي اول يعني هو لعب معاهم السنه اللي فاتت. كان معاهم السنه اللي فاتت يا كابتن. تمام. في نص الموسم بالظبط. وده الموسم اللي انا بتكلم عليه الموسم ده اللي هو الموسم اللي هو قاعد فيه طول يعني واخده من اوله لاخره. تمام. والحقيقه كنا استضفناه قبل كده يا كابتن وكان قال انه كان اتفق مع الفريق مع اداره النادي ان مفيش محترف. شايف يا كابتن ان لو سبورتنج معاه اجنبي في الموسم ده السنه دي كان شكله هيتغير؟ ده اكيد. يعني ده اكيد كان هنقول ان هو كان ممكن يعني خلينا طبعا نشوف يعني اخرة النتائج ايه. بس هو طبعا كان هيدي تقل الفرقة جامد. تمام. لان اي عارف حضرتك لما المحترف بيجي وبيقدر يخدم على الفرقه طبعا بتفرق. زي ما انت قلت في الاول كي بلاير بالظبط كده. وخصوصا كمان لو اللعيبه المصريين او اللي هم الموجودين قايمين بدورهم كويس. وده صحيح. اللي نادي سبورتنج قادر يقوم بيه لغايه دلوقتي. صحيح يا كابتن. طب خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين برضو يمكن مواجهات السله الاهلي وسبورتنج في يعني الموسم. اكيد هم قابلوا بعض اكتر من مره. خلينا نستعرض نشوف الماتشات كانت ماشيه ازاي. لان انا كنت حاسس ان من اول الموسم برضو الحقيقه سبورتنج من الفرق اللي بتعرف تلعب نادي الاهلي كويس. فالمواجهات المباشره ما بينهم هتلاقي يعني كان في سبورتنج فاز علينا في ماتشين في المواجهات المباشره. فخلينا نستعرضها معاهم يعني مواجهات الاهلي وسبورتنج هذا الموسم. اتفضل يا كابتن كريم. تمام. خلينا نقول كان في مواجهتين في نصف نهائي دوري المرتبط. الاهلي فاز في اول مواجهه 84-65 وتاني مواجهه الاهلي فاز 83-70. تمام. بعد كده في ادوار الترتيب لدوري السوبر سبورتنج كسب في ماتش 74-69. ده كان في سبورتنج. ده كان في سبورتنج مظبوط. الماتش التاني كان فوز الاهلي 79-70. تمام. في مرحله البلاي اوفس الماتش بتاع امبارح 74-57. يعني نقول مواجهات 1-2-3-4-5 خمس مواجهات سبورتنج فاز في 2 واحنا فوزنا في 3 والنهارده سادس مواجهه. عشان كده انا بقول لك يا كابتن ساعات احنا لعيبه وكنا فاهمين الموضوع ده ممكن تلاقي فرقه فهماك انت تلاقي نفسك ممكن تكسب فرقه تانية بس تيجي قدام الفرقه دي عارفه بتلعب ازاي بتوقف لعيبتك ازاي. سبورتنج من الفرقه دي. تمام. كلام حضرتك مظبوط. هي دايما ماتشات سبورتنج بتتسم بانها باسكت. تمام. فرقه مش بتعتمد على القوه البدنيه او مثلا هنقول التاف بلاي او حاجه زي كده. في الماتش بتاعهم بيبقى فيه باسكت كويس. تمام. دايما ماتش الاهلي وسبورتنج بيبقى فيه باسكت كويس فتلاقي اللعيبه بتلعب مستريحه شويه مستمتعين بالاداء اكتر من ان هو انا عامل حسابي ان النهارده مثلا الفيزيكال كونتاكت عالي. لا انا عامل حسابي النهارده جري كتير او حاجه زي كده. لا الماتشات دي بتبقى فيها باسكت كويس. فلما بتنزل الماتش وتلاقي ان الباسكت بتاعك النهارده ماشي فانت بتحس ان انت مثلا السيناريو ده مر عليك قبل كده. تمام. حضرتك لو جينا نراجع مثلا السكور بتاع الاهلي مثلا في الماتشات اللي اتغلب فيها هتلاقي ان هم ان كان واضح ان ده كان دي اوف بتاع النادي الاهلي وهم قدروا يستغلوه. تمام. صحيح. يعني امبارح لما بنتكلم الاهلي يجيب 57 بونت ده مش طبيعي. تمام. برضو يعني 69 هنقول ماشي طبيعي فممكن يكون ماتش وعلى ارض سبورتنج وسبورتنج كويس. تمام.
ال 21 بونت او ال 25 بونت اللي كان بيحطهم اليكس يونج المحترف الجديد لسه ما دخلش في الفورمه بالظبط كده، لان صح؟ يوم واحد يعني راجع من سفر، تاني يوم اتمرن، اليوم الثالث بيشارك في ماتش، ده يعني ظروف مش طبيعيه. انا بقول لك يعني اللي هو ده المحترف لو دخل في المود هنحط ال 75 او 80 بونت. وخلي بالك يا كابتن دي اللقطات اللي او التعليمات الفنيه في الاخر اللي هو الاجتماع الفني اللي بقى في تايم اوت قبل او الاجتماع اللي بيبقى اخر وقت قبل المباراه. طب خليني اقول لك كابتن برضو انه سبورتنج عمل حاجه، اداره سبورتنج عملت حاجه كويسه جدا. هم عارفين من الاول ان هم مش ممكن ياخدوا بطوله، تمام، فقال لك انا هحرر لعيبتي من الضغوط ومش هجيب محترف عشان اوفر ولعبه تكسبوا تكسبوا تخسروا تخسروا، فحرروا الفرقه من اي ضغط نفسي، تمام. وده انا شايف انه على البرفورمانس عالي قوي. عارف انت لو عليك ضغط تكسب عايز تتاهل ادائك مش هيبقى كده. كلام حضرتك مظبوط. هو دلوقتي الفتره اللي كان سبورتنج كان مضغوط فيها اللي هي فتره ان هو يخش مع الثمانيه الكبار، صحيح. دخل مع الثمانيه الكبار من غير محترف، خلاص كل حاجه يقدر يكسبها بعد كده هي بريفليج او ادفانتج بالنسبه للفرقه، سواء كسب فرقه كبيره كسب فرقه مثلا من المفروض يكسبها او حاجه زي كده، صحيح. بتخلي الناس تبقى مستريحه اكتر. صحيح يا كابتن كريم، صحيح هو ده اللي بيحصل. وخلينا يا كابتن خلاص المباراه ستنطلق، خلينا اعزائي المشاهدين نروح لارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي الجزيره ومعلقنا الكابتن وائل ابو العزم، نقل لكم احداث مباراه كره السله الاهلي وسبورتنج. فالى هناك.